اليوم الفيديو مختلف عن 99% من الفيديوهات اللي بقدمها عادة على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا بشكل عام. اليوم الفيديو تطبيقي مش نظري، يعني اليوم مش بس رح أعطيك معلومة تطبقها أو مفتاح لتستعمله أو خطوات لحتى تستعملها، بل أيضاً رح افتح لكم الباب وأيضا رح ساعدكم بالتطبيق. شو هي المعلومة اللي لو طبقتها رح تجعل الشخص اللي بيتهرب منك أو بيتجاهلك أو بيعاملك بطريقة لا تليق بك إنه يرجع مهووس فيك ويرجع يطاردك ويعرف قيمتك كتير منيح؟ السبب وراء هيدا التجاهل أو وراء تهرب الشخص منك اليوم مش إنه أنت غلطان بحقه ولا إنه هو عنده تقلبات مزاجية. اليوم المعلومة اللي رح نقدمها هي للسبب الذي يتعلق بإنه هيدا الشخص عم يتهرب منك أو عم يتجاهلك، لأنك أنت شخصياً ليه دفعته لهيدا التهرب أو ليه دفعته لهيدا التجاهل. كيف دفعته؟ باهتمامك الزايد، إنك استثمرت كل طاقتك فيه، عطيته كل وقتك بطريقة مبالغة واهتمام مبالغ 24 ساعة. والسبب بيرجع هون إنه أنت عايش بفراغ، إما فراغ نفسي، فراغ عاطفي، فراغ بوقتك، ما عندك شغل، ما عندك شغف، وبالتالي كل هيدي الطاقة استثمرتها بالشخص وهو شعر إنك عبء ثقيل عليه من كثرة اهتمامك فيه، وبالتالي طبيعي بعلم النفس العكسي رح يصير يتهرب منك ويتجاهلك. طيب هلأ كتير أشخاص بيقولوا لي طيب أنا وقتي معبى وأنا بشتغل ومع هيك أنا يعني اهتمت كتير بهيدا الشخص وعطيته من وقتي. فهون بدي أسألك، هل أنت عم تشتغل الوظيفة اللي بتحبها؟ هل أنت عم بتحقق شغفك؟ هل أنت وجدت هدفك وشغفك بالحياة بشكل يملأ لك كل هالفراغات؟ لأنه الوظيفة لوحدها ما بتكفي لتملأ الفراغ النفسي أو العاطفي، لازم تكون عم بتمارس شغفك. واليوم اكتشاف الشغف والهدف الذي يتعلق بشغف، لما نستثمر طاقتنا ووقتنا وجهدنا فيه، فتلقائيا رح نقدر نسيطر على اهتمامنا الزايد بأي شخص منقابله، سواء كان حبيب أو صديق. لأنه اليوم رح أعطيكم طريقة ورح أعطيكم منصة فعلية وواقعية تقدروا من خلالها تكتشفوا شغفكم وتطبقوا شغفكم وأيضا تشتغلوا بمجال شغفكم. وإذا كنتوا بعدكم مش محددين شو هو الشغف، أيضا في اختصاصيين بهيدي المنصة اللي هلأ رح أترك لكم هي بيساعدوكم إنكم تكتشفوا شغفكم بطريقة مجانية. وأنا بالحقيقة كل اللي بتابعوني بيعرفوا أنه أنا ما بعمل دعاية لأي شركة، بيوصلني كتير دعاية لبورصة، لجيمز، لمواقع التعارف الزواج، وبيوصلني مبالغ أيضا لحتى مبالغ عالية لحتى أعرض هالدعايات، ورفضت كذا مرة أني أعرض دعايات البورصة أو الجيمز أو مواقع تعارف الزواج. ولكن اليوم أنا هيدي المنصة وجدت فيها هدف ووجدت فيها غاية فعلية وحقيقية بتحل أزمة لكتير من الشباب أو حتى للرجال والنساء. هيدي المنصة لكل الأعمار، هيدي المنصة المجانية اللي اسمها Remote Hub. طبعا رح اترك لكم رابط هيدي المنصة بصندوق الوصف وأيضا بأول تعليق، وأيضا رح يظهر اللوجو على الشاشة قدامكم. ريموت هاب هي منصة مجانية مثل ما قلنا، بتساعد الشباب بالعالم العربي وشمال أفريقيا على التخلص من مشكلة البطالة اللي عم نعاني منها بالحقيقة، وهيدي البطالة هي كارثة نفسية. ولهالسبب أنا تشجعت لأعرض هيدي المنصة عندي على قناتي لحتى ساعد، لأن بعرف كتير أشخاص نساء ورجال بتابعوني هني يمكن مش قادرين يسافروا أو يغيروا مكان إقامتهم ليشتغلوا برا بلدهم، ربما فرص العمل ضيقة ببلدهم، وبالتالي هيدي المنصة بتتيح لك العمل عن بعد أونلاين، يعني قادر تحقق نفس الراتب اللي رح تحققه مثلا إذا سافرت على أوروبا أو أمريكا، قادر تحققه أنت وبيتك بين أهلك من دون ما تدفع
مواصلات، من دون ما تدفع أجار سكن في حال غيرت مدينتك، أنت وبين أهلك، بين أصدقائك وبقلب بيتك قادر تشتغل أونلاين وتحقق نفس الدخل اللي رح تحققه إذا اشتغلت برا بلدك، وربما أكثر بكثير أيضا. ومش بس العمل عن بعد أو العمل أونلاين، أيضا إذا أنت حابب تسافر أو تغير بلدك أو تسافر على أوروبا، أمريكا، أي بلد تاني، هيدي المنصة بتخلق سلة وصل بينك وبين شركات عالمية موجودة حول العالم لحتى تتوظف بشكل تقليدي، يعني بتشتغل وبتسافر مباشرة كموظف بهيدي الشركة. أيضا إذا كنت حابب تبيع أونلاين أو تأسس شركة ومش قادر أنت حاليا تأسس شركة خاصة فيك، فأيضا هيدي المنصة بتساعدكن إنكن تأسسوا شركة خاصة فيكن وإنكن تبيعوا منتجات أو خدمات حول العالم، وبتأمن لكم نظام دفع آمن وموثوق فيه. وأيضا هيدي المنصة بتساعد أو بتدعم عمل النساء من داخل المنزل. مثل ما بنعرف أوقات وضع المرأة بتكون صعب لأسباب اجتماعية أسرية، أوقات عندها أطفال مش قادرة تترك البيت، فأنت قادرة تشتغلي عن بعد أونلاين أنت وداخل منزلك ومع أسرتك، وبتحققي نفس الدخل المادي وربما أكثر من اللي ممكن تحققي من الوظيفة التقليدية. وأخيرا إذا كنت مختص باختصاص معين ومش عم تشتغل بمجال اختصاصك، فأيضا هيدي المنصة بتتيح لكم تبادل الخبرات مع محترفين واختصاصيين حول العالم، وأيضا الاستفادة المادية من مجال اختصاصك، مثل مثلا الترجمة، استاذ لغة، استاذ عربي، استاذ انجليزي، مدربة الرياضة، اختصاصية التغذية، مستشار اجتماعي وغيرها من الأمور. وأيضا للمزيد من التفاصيل، بعد يومين رح أعمل بث مباشر مع يعني أحد مؤسسي هيدي المنصة واللي هي الدكتورة عبير الكايد، رح نعمل معها مقابلة على صفحتي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. ريموت هاب، أول منصة عربية لسوق العمل عن بعد. سيرتك الذاتية غير كافية ولا تقدمك بالشكل الصحيح؟ هل أنت موهوب وشغوف وصاحب خبرة مميزة؟ ريموت هاب منصة العمل الشيقة والسريعة والمهنية التي تعمل بذكاء لتلائم الأفراد مع المهن. ريموت هاب تقدر التميز والإبداع. تواصل مع أفراد يشاركونك نفس الاهتمامات المهنية والاجتماعية لتطوير الذات. وسع علاقاتك المهنية وتعلم ممن يشاركونك الاهتمام وشغف ما تحب عمله، وتبادل معهم المهارات. ريموت هاب أول سوق للعمل الحر الذي يوفر فرص أعمال عن بعد في العالم العربي. 3 خطوات ستغير حياتك العملية. نختصر الطرق التقليدية في البحث عن عمل لنساعدك بجمع كل المميزات في المنصات الأخرى في قالب واحد يسمح لك بالعمل والدفع والتواصل المباشر مع العملاء. اشتغل، تبادل، ووسع دائرة معارفك المهنية. ريموت هاب، الإبداع المهني في منصة عربية.